قولي بدك تعطيها انا بعدين اعطوني حمد سريع شباب اعطوني اعطوني حمد السلام عليكم ان شاء الله ما بتقطع عليكم السلام ورحمه الله اقطع ليه قطعت ثلاث مرات بس ذكرتني بالثلاث حسنات طال عمرك يلا حيا يا مرحب الله يحييك يا مرحب ومسهلا حمد ما قطعنا لك اكمل النقاش بعدين اجيك عادي لا طلع ثلاث مرات متضايق اخرتك لا والله مبسوط حمد سريعي المخرج اي شيء يضايقني اروح اخذ المخرج حمد سريعي لحظه يا فهد المخرج ما راح ينقل لك واخذك الا لما اقول اعطوني اياه زين فهو قاعد ياخذ انسرت بس عليك اني قاعد انتظر فقط تعبي وجهك بس لا لا اول سؤال بدون متضايق في شيء اخر لا لا مستعجل اذا متضايق بروح للفار عادي ايش دخل ايش يسوي لك الفار اذا متضايق يعضك يواسيني يضايقك 50% زياده انا اول سؤال ابغى اسال محمد السريعي ليش محمد السريعي كان ركيزه اساسيه في البرنامج والان اصبح ارقوز وزياده عدد تفضل اول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا يا عبد فهد ترى محمد السريعي وعد انه من الغد سيبدا فاليوم ترى باقي في نسال الان لماذا محمد السريعي فهد معيان يقول إن محمد السريعي ارقوز العنوان محمد السريعي ارقوز لا اختلف تفضل اول شيء ارقوز والله ما ادري وش معناه يعني زياده عدد ارد عليك اصبر يعني زياده يعني تهيابه ذهاب بالضبط لا 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 هذه لغه ما حقتها طيب اقرا قراك يا ابن الحلال ما كمك اسلم يا محمد تفضل لا ابي اتكلم تكفون طيب تفضل اول شيء الله يمسيكم بالخير الله يمسيك بالنور والله ما اقولها مره الشيء الثاني الله يبارك فيكم سمعت كم من واحد بارك وكم من واحد ما بارك شو عليه الله يبارك لك ما تهمنا خذيت حصانه ما خذيت ما تهمنا طيب. الشيء الثالث طالع عماركم الله ما عاد بارك الشيء خلوني اتكلم يا مسلمين تفضل الشيء الثالث اللي حصل على حصانتين واللي حصل على الثالثة هذا قوي صحيح اللي حصل لا 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 ما هو قوي في حصانتين مع الجمهور وحصان فلوسك طيب أوكي طيب اللي حصل على حصانة قوي فما بالك باللي حصل لا ما هو قوي لا ما هو دليل قوة دقيقة يا مسلم دقيقة يا فهد دقيقة أنت ما هو دليل ضحك عليك يا حصان على النبي أضحك عليك أنا إنسان دقيقة ما هو دليل قوة أنا إنسان جمهوري او اهلي او ناسي دفعوا لي فلوس عشان يهبوا لي حصان هل انا قوي هل هو دليل القوه نعم لا انت فجأت مع فريق دعم قوي ما له شغل لا مع فريق دعم عندهم فلوس اي ما هو مع فريق دعم قوي طيب معناته هذه انا اكلم كان هو قوي في الريالتي دليل لا ممتاز شكرا لحظه طيب هذا ادب جي محمد فهد بين ناقش فيها كذا مره هل حصان سريع من البدايه قلت لك هل حصان سريع بناء على قوته قلت لا عند قوه اهله وجماعته تفضل طيب كلام منطقي شي بيقول شي بيقول كل مع أهل أسمع يا فهد كل مع أهل وكل مع جماعة وكل مع جمهور وإني واقع هنا هنا مصر هنا مصر القوة يا فهد محمد لا لا مصر القوة ذراع فهد لو سمحت خلي يقول بعدين ناقش ما تبغى تفضل يا محمد قول السؤال هذا تكرر علي أكثر من مرة يقولون من يوم خذيت الحصانة الثانية ورتمك نازل والله العظيم إنه أنا براتي أنا محمد اللي منزل الرتم لأجل عدة أمور أيوه ممتاز حلوين هذه جديدة الشيء الثاني انا كان معي مع عمر مقابله وسؤال وسالني أيوة. وقلت انا ناوي من اليوم 40 أيوة. ولكن علشان عمر من بكره ان شاء الله يعني اليوم ما نسال كان تفاعل لا اليوم متفاعل يا مسلمين انا متفاعل على طول لكن لا. في شيء يفرق لحظه ايوه ايوه اذا أيوة. فرق طال عمرك هذه ان شاء الله من بكره باذن لحظة الله لحظه كيف بس وضح لي بلاش انا اخذني على قد عقلي كيف تقول انا ناوي اتفاعل من يوم 40 وانا وقبل شوي تقول قبل ثلاث ثواني تقول انا تعمدت اني انزل في رتمي انت متفاعل ولا منزل في رتمك انا اذا وضح. نزلت في الرتم ما يعني اني نزلت مره انا كنت فوق ونزلت في النص لا انت لا اللي في النص لا لا حاجة لا لا غلط جميله غلط. يحبها المشاهد يا مسلم فما أنت... بالك لو ارتفعت فوق اسمع انت كنت في النص والان اصبحت في القاع لا 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 انا من المشاهد. اول يوم وانا فارق يا فهد معيان من اول يوم وانا محمد اسمع 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 تعليق اسمع تعليق اسمع تعليق منصور محمد ايش اللي يحب المشاهد انا اقول اللي قاعد اسويه يحبه المشاهد حتى وانا منزل الرتم حاجه ان شاء الله انها ترضي المشاهد فما بالك لو رفع قصده مستقبلا يمكن يعني المشاهد يحب انك تختفي لا ما اختفيت انا ايش انا انتم متعودين ان محمد دائم لا لا انتم متعودين انا بس عشان افهمك يا محمد عشان الجمهور يفهمك هل اختفيت لان المشاهد ما يبي يشوفك لا انا ما اختفيت انا نزلت الرتم بس ليه هل نزلت الرتم لان المشاهد ما يبي رتمك عالي لا لا انا لعدة امور اللي هي في شيء احتفظ فيه كثير
طيب. تحت فضيه جلسي طيب احتفظ فيه احتفظ فيه يا محمد نفسك هذا واحد اثنين خلاص احتفظ فيه وخلاص انت من بكره ان شاء الله خلني اقول لك شيء انت يا محمد فعلا رتمك نازل ما بقول انك مختفي بقول رتمك نازل والان من كلامك واضح انك تعرضت لضغط يا محمد يبدو ان الجمهور سمعت منك كلام مو بكويس شافوك مع اسم او اسمين او ثلاثه قاعد تخرب عليهم الشو فانت جالس نزلت الرتم لان المشاهد ما يبيك تشوف في الرتم العالي نصيحتي لك محمد اولا محمد السريع اللي بدا في بدايه طيب. البرنامج هو يختلف عن محمد السريع اللي موجود الان تماما اثنين الحصانات يا محمد مفروض انها تعطيك دفعه لاعلى للاسف انها نزلتك تحت ثلاثه ناصر اكلك مقلب في المغري وخلاك تدفع 3000 ريال مقابل حصانه انت ما تحتاجها الان انت دخلت الكنترول وعليك خصم هل تستخدم الحصانه كيف راح تستفيد منها هذه ان شاء الله لليوم الكبير اللي بتشوفونه اليوم الكبير اهرب من القريه عشان يقابل صاحب القرار وتستفيد منها انا حاب اقول لمحمد حاب اقول لمحمد السريعي هل محمد السريعي يعاني من اضطهاد لا والله ما عاش من يضطهد محمد طيب هل محمد السريعي من مضحوك عليهم كيف مضحوك عليهم ضحك عليك ناصر يا ما ضحك هذه لو يقول ب5000 شريتها اصبر لو ادري ان الحصانه موجوده ب5000 شريتها اصبر ما يهمنا هذه بكيفك ان شاء الله تشتريها برصيدك كله ما يهمنا الان يا محمد السريعي انا مختلف معك في نقطتين فهم النقطه الاولى انك تقول لي خذ الحصانه قوه وهذا ما هو قوه لا هذا رايك ما هو راي هذا حقيقي لا. لا هذا حقيقي هذا رايك البسيط انا رايي طالعك وانا لا لا لا, 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 لا رايك انت راي سيء طيب ولا احترمك ايوه فهمت انا احب رايي يا اخي اسمع رايي أيوة. اخذ الحصانه لا يعني القوه أيوة. هذا يعني ان فريق دعم مع فلوس أيوة. تبع فلوس اخذ الحصانه طيب. لا يعني قوه في ريالتي لا يعني تاثير في الشاشه طيب والله الملايين من يمين ويساري رقم اثنين اخوياي رقم اثنين رقم اثنين ما له علاقه ركز طيب. رقم اثنين أيوة. سالفه اني انا والله فكرت انزل رتمي وبرفع رتمي يا حبيبي كلها 90 يوم انا جاي هنا 90 يوم لازم تحللها كلها اذا ما حللتها فانت جالس تقطي على نفسك تقطي على جمهورك الا اذا كنت تعاني من اضطهاد بلغنا ننصرك كما نصرنا من قبلك انا ماني بحاجه كذا ادم عيال محمد ماني بحاجه كذا والله انا خليني ارد عليك لا 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 والله ماني بحاجه الا في شيء والله ماني بحاجه الا في حاجه انا محدد ايوه الشباب يعرفون انتم كلكم الشباب كلهم سالني من اخوياي نعم افتح الباب خل انت هو اكتب هذا لا لا حاطني في غرفه متر بمترين كتاب اسمه متر بمترين يا فهد حاطني في غتره هجبتها وترني اتفضل غرفه متر في مترين وتقول كاتبني اي مكتوب انا طال عمرك من دون طال عمرك خلك على عمرك انت ايش فيك تخبط يا محمد الرتم الرتم انا اللي انزله محمد محمد دقيقه دقيقه انا حر محمد محمد ما انت تطالع فيه احد يطهد كلام لو سمحت يا مخرج عطنا محمد 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 نجيب لك مويه محمد تشرب تاخذ راحتك نفس اي والله لا انت شاب عطوا مويه بالله انت اللي جيبها يا بخات لا انا والله بعيد عنك ولا بتبشر طيب والله سؤال تبشر يا بخات انتوا تروحون موضوع هنا موضوع هنا خليك على موضوع يا محمد موضوعنا واضح سالفه ان حد موضوعنا واضح وش موضوع؟ سالفتك انك تجي والله عندي امور احتفظ بها لنفسي نويت انطلق من يوم الاربعين هذه سالفه ما هذه هذه يضحك ناصر الحربي بها عليكم ما تضحك بها يا علي. فهد يا فهد لا انا خذيت الحصانه الدائمه حلو ايوه هنا انا جالس 90 يوم لا انا اعلمك السبب هي احدى امرين يا انك متوتر انك تسوي خطا كارثي تسحب منك الحصانه أو إنك مضطهد والثاني الأقرب والله تعالى أعلم وأنت يا محمد ترى اللي جاب الكلام هذا كله أنت اللي قاعد تقول في أمور أنا في أشياء أحتفظ بها كذا أحتفظ بها نفسي ليش طيب أشياء خططها كيف أطلع في البرنامج بحاجة كويس طيب خلاص أصالح منظر سيء الآن أنا قوس محمد يا أخي هذا نظرت كنت لحظة محمد أنا أدرب نفسي يا محمد عشان وقت محمد عشان وقت منك كفاية محمد كان بالامكان انك تقول والله انا فعلا مقصر لا ما نقصر اصبر لا ما نقصر كيف ادرى كيف محمد انت ما انت ادرى انت تدري ايش قاعد يقول جمهور محمد ما تدري ايش رايك بعطيك اقتراح محمد بعطيك اقتراح اجلس مع نفسك اكتب في ورقه النقاط اللي تبغاها عطنا اياها في كلام اليوم احنا نقولها نقراها لك والله جد
لأنه واضح أنك ملخبط ما أنت عارف إيش تقول. والله العظيم. والله لا. أنك أنت اللي ملخبط. محمد واحد محمد يفتح موضوع هنا واحد هنا واحد هنا. محمد. لا لا فهد معيان فتح أربع مواضيع في ثلاث ثواني. بجيك بجيك يا محمد بجيك. لا أنك لا تجي لا تجي. لو سمحت يا فهد عشان أقفل المحور هذا خلاص. شوف يا محمد أنت جيت قلت أنا متعمد نزل مستواي بعدين تقول لا ما نزل مستواي. أنا نزل رتمي. أنا لحظة طيب خلني أكمل. نزل رتمي بعدين ما نزل رتمي. أنا نزلت متعمد بس لا لا ما تقول علي كلام. لا تقول علي كلام لا تقول. أنا قال أنا تعمدت نزل رتمي قال ولا ما قاله. إيه أنا اللي بنفسي ما هو نزل مستواي يعني إنه من لا إرادة. في الأخير ضحك عليك ناصر الحربي بالعافية عليك. والله لو بخمس آلاف شريتها والله. الله يوفقك. إيه. ما مش يا أخي أنا أعاني أنا محمد سعيد نقول لك الصح يا محمد تقول لا أنا لا صح على النبي محورنا الأساسي عذراً يا أبو سعيد ما هو بأنه ضحك عليه ناصر ولا ما ضحك عليه ناصر إحنا محورنا الأساسي هناك من اضطهد محمد السريع يعاني من اضطهاد المتسابقين لذلك اختفى ما في سبب ثاني يا أخي مقنع ما في ممكن أما سالفة أنك تجي تضحك علي والله أنا قررت أنا كناقد قررت بقعد ساكت إلى اليوم التسعين أيوة ممكن يا فهد زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد حكايات لا تنتهي.